صباح الخير وصباح الصحة والسلامة على كل أوفياء الإذاعة القريبة منكم ميد راديو. أهلا وسهلا ومرحبا بكم معنا في حلقة جديدة اليوم من برنامجكم صحة وسلامة، وهي أول حلقة خلال هذا الأسبوع. إن شاء الله كنتمنوا أسبوع موفق للجميع، أما الناس اللي هم في عطلة فليكم إن شاء الله كنتمنوا عطلة سعيدة. اليوم إن شاء الله غادي يجمعنا الموعد رفقة الأستاذ محمد أحليمي، متخصص في التغذية الصحية والحمية العلاجية، واليوم فرصة باش غادي نرجعوا مرة أخرى للثقافة المغربية لهويتنا. أيضا غادي نتكلموا في موضوعنا اليوم على السيكوك، هاد الوجبة اللي عندها آلاف السنين وربما أكثر. غادي نرجعوا باش غادي نعرفوا السر ديالها، غنعرفوا الفوائد ديالها، أيضا غنعرفوا اليوم ربما اللي نبدينا كنشوفوا بعض الاجتهادات اللي كتكون من عند الكثير من الناس، فاحنا غادي اليوم نرجعوا للأصل ديالها وشنو المكونات الأصلية اللي كانت فيها وشنو تغير فيها اليوم، يعني السيكوك بين البارح واليوم. اليوم غادي نتكلموا على مجموعة من المعلومات اللي هي مهمة بزاف، غادي نرجعوا أيضا ربما هاد الوجبة اللي كانت دائما مقرونة بيوم الجمعة، لأنها كانت وجبة اللي كتكون من بعد الكسكسو. ربما علاش بعض البيوت المغربية نقولوا نوعا ما بحال استغنات عليها أو لولات كتخليها فقط لبعض المناسبات مثلا أو لا. فاليوم مجموعة ديال الأمور، مجموعة ديال النقاط غادي نركزوا عليها ونعرفوها اليوم رفقة الأستاذ محمد أحليمي، متخصص في التغذية الصحية والحمية العلاجية. لكل مستمعين الكرام اللي بغاو يتواصلوا معنا كيف العادة، الأبواب دائما مفتوحة وأرقامنا رهن إشارتكم 05 22 46 72 50 51 أو 52، كذلك 05 22 88 00 60 61 أو 62. فمرحبا باتصالاتكم ومرحبا بتساؤلاتكم أيضا. لكل المستمعين الكرام اللي كانوا تواصلوا معي نهاية هذا الأسبوع، صراحة شكرا جزيلا على كل رسائلكم الأروع من رائعة. الكل مستمعين أيضا اللي عندهم يعني رغبة في أنه بعض المواضيع كيخصنا نطرقوا لها من خلال برنامج صحة وسلامة، كونوا هانيين، كل الرسائل ديالكم اللي فيها مواضيع مقترحة فأنا دونتها، وإن شاء الله غنستق رفقة الأستاذ محمد أحليمي اللي عندها علاقة ببعض التخصصات الأخرى بحال الطب الباطني مثلا. إن شاء الله غادي نحاول باش نستق رفقة الدكتور مصطفى الودغري اللي كنوجه ليه تحية هذا الصباح اللي كيكون حاضر معايا في الحلقات ديال يوم الخميس. أيضا كانوا مستمعين كرام اللي هما كانوا تواصلوا معنا وبغاو يعني نطرقوا لصحة الفم والأسنان، فقريبا جدا بما أنه اليوم الأوفياء ديال البرنامج كلهم كيعرفوا باللي الحلقات ديال يوم الأربعاء هي اللي كتكون فيها تخصصات بالتناوب، يعني في كل مرة كيكون معنا تخصص معين وكتكون أيضا فرصة للحلقات المفتوحة. فقريبا جدا غيكون حاضر معنا أخصائي باش غادي نتكلموا على صحة الفم والأسنان، الناس اللي عندهم مشاكل على مستوى اللثة، الناس اللي عندهم مشاكل أيضا على مستوى الأسنان ديالهم وربما عندهم تساؤلات كثيرة كيطرحوها ما كيلقاوش ليها الإجابة، فهذا هو الدور ديالنا إن شاء الله. ما تنسوش كنذكركم باللي يوم الأربعاء دائما يعني موعد اللي كيكونوا فيه مختلف التخصصات، في كل مرة كيكون معنا تخصص. غادي نلاحظوا الأوفياء باللي كان معنا البروفيسور عيشان اللي هو متخصص في أمراض الحساسية والجهاز التنفسي، وكنا تطرقنا للحساسية ديال الربيع، كنا تكلمنا أيضا على العلاج المناعي اللي الكثير من الناس ما كانوش كيعرفوا عليه شي حاجة سابقا وهو مهم جدا وكيلعب دور كبير بالنسبة للناس اللي عندهم مشاكل ديال الحساسية. كان حاضر معنا أيضا الدكتور عبد الله المرتقي اللي هو متخصص في الأمراض الجلدية وأيضا في الأمراض الجنسية. كان حاضر معنا أيضا مروض طبي كنوجه ليه تحية كبيرة هذا الصباح اللي هو الأستاذ يونس أزمور، وقريبا جدا كيف ما قلت حتى التخصص ديال صحة الفم والأسنان غيكون حاضر معنا. طب الأطفال ما نسينوش نهائيا، غير خليكم متابعينا وبقوا أوفياء لنا. غادي نمشيو عند أستاذ محمد أحليمي ومعنا على الخط. صباح الخير أستاذ أحليمي، أهلا وسهلا. هي لك استاذ عفاف، وتحية لفريق العمل وتحية للمستمعين الكرام، وصباح الصحة والسلامة للجميع إن شاء الله. شكرا. وتحية لكل الأخصائيين اللي كيحضروا في هذا البرنامج المبارك، وإن شاء الله كنتمنوا عطلة سعيدة للجميع إن شاء الله. وصراحة ما يفوتنيش أستاذ الحليمي هذه فقط للأمانة، شوف دائما كنبغي نخلي مسؤوليتي لأن الأمانة صعيبة. فكانوا العديد من الرسائل اللي كنت وصلت بها نهاية هذا الأسبوع كلهم صراحة كيوجهوا لك تحية كبيرة وسلام حار حار جدا. توصلت بعض الصور اللي طلبوا مني باش نوصلها لك، فأنا غير كنقول لهم باللي أستاذ أحليمي راه ما عندوش حساب ديال الفيسبوك، ربما كاينة واحد الصفحة اللي كيشرفوا عليها بعض الناس مشكورين ولكن ماشي هو الحساب الرسمي ديالك. فانا غدا نوصل ان شاء الله، غنحاول انه نتواصل معك في يعني في اما في البريد الالكتروني او لو نبعث لك بعض الصور لانه متاكده غدا تفرحك. الغريب ايضا اللي فرحني بزاف انه اليوم ماشي فقط ربات البيوت، رجال ايضا ومستمعين اوفياء اللي كنوجه لهم تحيه كبيره بداو كيصحوا مسار التغذيه الاسره ديالهم، لانه هذا واجب ماشي فقط ديال الام. استاذ احليمي ماشي اي حاجه، دائما راه الام اللي خاصها دير، راه المراه اللي خاصها دير، الرجل ودوره
كأب راه أيضا من المسؤولية ديالو باش يصحح هذا المسار إلا كانوا فيه بعض الأخطاء، لأنه دي راه الصحة ديال الأسرة جميع. فكان واحد المستمع اللي يعني بغى يقول لي، قولي الأستاذ أحلمي راه رجعنا الشعير لديورنا فعلا، لانه كيف ما كنتي شرتي في احدى الحلقات وكانت العباره ديالك معبره بزاف، قلتي على انه المغاربه الوقت اللي عطاو الشعير كعلف البهائم وخرجوه من ديورهم هما وما بقاش في نظام غذائي تبدلت الكثير من الامور. فهاد العباره كانت معبره بزاف وصراحه خلات وقع عند الكثير من الناس استاذ احليمي، وهذا الشيء كنلمسوا من خلال رسائل ديال المستمعين الكرام. فقريبا جدا غنبعث لك بالصور لانه انا صراحه فرحتني ان شاء الله. وانا كنشكرهم بزاف استاذ عفاف، وفعلا غير فقط الملاحظه بالنسبه لاباج فيسبوك، نعم هذيك لاباج اللي دايرها الاستاذ سمير، اي تحيه ليه، هو اللي كيشرف عليه، هو المشرف، هو مهندس اعلاميات، نعم وتحت الاشراف ديال فريق العمل ديالنا، هو واحد من فريق العمل ديالنا. أيه. يعني الناس كيسولوا هذيك لاباج واش دايره شي واحد، لا هذيك لاباج ديال فريق العمل ديال فريق العمل. أيه. تماما، يعني هي ماشي فيسبوك بقدر ما هي باج. نعم. كاينه ديال محمد احليمي، كاينه فن الحياه، يعني هذه يعني صفحه رسميه يشرف عنها مختص، لان احنا كنعطيو الامور للمختصين. زائد انني كنشكر هاد الناس هذوما، وكنشكر التحيه ديالهم، وكنشكر يعني المجهودات اللي كيقوموا بها، وهذا الشيء هذا كيزيد يخلينا اننا، لان احنا الان دابا كنعيشوا فصل الربيع، وفصل الربيع يجب ان نجدد الحياه. وباش كنجددوا الحياه كنبدلوا الديكور ديال المنزل، كنبدلوا الافكار ديالنا، كنجددوا الافكار ديالنا، كنجددوا بزاف ديال الامور. فالى جا دخل فصل الربيع وحنا ما حسيناش بالتغير، وما درناش التغيير، اكيد ما نحسوش بالتغيير الا ما درناش التغيير. فالتغيير واجب من اجل اننا نحسوا بهذا الفصل هذا راه دخل، وفصل هذا هو فصل الامل، هو فصل الالوان، هو فصل الحياه، هو فصل الانتعاش. وكنشكر انا حتى وزاره التربيه الوطنيه، لان علاش هذه العطله جات جميل جدا ان في هذه المرحله هذه بالضبط تكون هذه العطله هديه باش يكون الاطفال. وجميل ان لهذا نهايه الاسبوع شفنا واحد الحراك رائع جدا. نعم. هو فعلا كاين واحد التخوف على الطرقات، الله يعطيكم الخير بشويه ان شاء الله بالسلامه، ولكن كاين واحد الحراك، لان انا مشيت يعني شخصيا انا ابن الباديه، مشيت الباديه وشفت انا الحمد لله كاين واحد الحراك رائع، وهذا اللي خلانا اننا من هذا الالهام هذا وضيغ نهار السبت، وانا شخصيا خديت سايكوك، قلت انا علاش ما نتقاسمش انا هذه المعلومات مع المغاربه ونرجعوا المغاربه لهذا السيكوك هذا. وكنت جالس مع الاسره ديالي قلت لهم انتم سهلتوا عليا الحلقه ديال نهار الاثنين، كنهضر على السيكوك. نعم. ونهضروا نشرحوا للمغاربه شنو الفوائد ديال السيكوك. فالحلقه ديال السيكوك اليوم جايه هي تزاوج ديال الحلقات. علاش؟ لان اول كنا كنهضروا على كنوز الاجداد، كاينه في الحلقه ديال اليوم. كنا كنهضروا على حراس الخليه، وبدينا سلسله ديال الحلقات حراس الخليه. فالموضوع اليوم غادي نهضروا على العلاقه ديال السيكوك مع حراس الخليه، ودايوغ بالمناسبه هي العطله، فنتمنوا ان شاء الله اننا نتبعوا هذه الحلقه بالشروط ديالها، يعني الله يعطيكم الخير. السيكوك فيه شروط غادي نهضروا عليه بالشروط ديالها، ودايوغ للاسر المغربيه دابا اغلب الاسر راها مع العائله ديالها والاسر ديالها، وخاصه الناس اللي في الباديه. فحاولنا اننا نجمعوا بين سلسله حلقات حراس الخليه وبين كنوز الاجداد وبين العطله اللي كيعيشوها الاسر المغربيه، من اجل اننا نشوفوا شنو اللي ممكن يجمع بين هذه المسائل كامله. ما لقينا الا سيكوك نهضروا عليه اليوم ان شاء الله بالتفصيل ديالو، بالنقط ديالو، بالفوائد ديالو، وبكل الحيثيات. نتمنى ان شاء الله اننا يبقى لنا الوقت اننا نهضروا على التفاصيل ان شاء الله باذن الله. نعم. إذا سمحتي أستاذ أحليمي، إذا بغينا نرجعوا يعني وشرت ليها في البداية ديال الحلقة، هاد الوجبة سيكوك بين البارح واليوم، كمتخصص في التغذية أستاذ أحليمي، شنو اللي بان لك تغير فيها؟ شنو التغير اللي كان وقع فيها؟ كيفاش كان قبل وكيفاش ولا دابا؟ هو أول تغير أستاذ عفاف، نعم، هو هاد الوجبة ما بقاش كتستهلك. نعم. هذا التغير الأول. التغير الثاني، وهذا مؤسف مؤسف، أننا ربطوا سيكوك بالمستوى الاجتماعي. نعم. يعني اليوم اللي كياكل سيكوك راه عند بعض الناس فقير، ايه يقدر يكون شي حوايج اخرين. اما انا كنقول المغاربه ملي تجبدوا كلمه سيكوك كتبوا سيكوك المغرب. علاش؟ يعني سيكوك ما كاين الا في المغرب، بعض الدول كاين بعض التسميات بالحق فيها بعض الطرق اللي تفسد هذه الوجبه. اما بالطريقه اللي صوبوها المغاربه، هو الذكاء الاجداد، هو الالهام هذا ديال الطبيعه. يعني انا شخصيا وديما كنقولها، أنا أتحدى أي مختص في العالم يجيب بحال سيكوك المغربي، يعني بواحد الفوائد اللي غادي نهضروا عليها. نعم. إن شاء الله اليوم. إلا كانوا الناس العالم اليوم كلشي كيهضر على البريبيوتيك والبروبيوتيك، باش يفهموا الناس، بروبيوتيك هما بكتيريات، بريبيوتيك هو غذاء يغذي البكتيريا،
اول بروبيوتيك هو الخميره البلديه من موراه سايكوك. يعني اليوم غنهضروا الناس راه حنا باقيين شي سلسله حلقات لحراس الخليه، الحارس اللي كيدعمه وهذا هو القائد ديال المناعه ديال الجسم، هو القائد ديال وزاره الدفاع الجسم. الجسم عنده وزاره الدفاع بكل ما تحمل الكلمه من معنى، هو لو غلوتاتيون. ولو غلوتاتيون كيطلع بنسبه كبيره ملي كياخذ الانسان سايكوك. انا غنشرح هذه النقطه هذه كامله. فاللي تغير الان هو اولا المكونات، كلشي كيعرف المغاربه كلشي كيعرف المكونات، مكونات بسيطه جدا، شيشه، لبن الخد، شي يعرفوا الناس كاين اللبن في القران الكريم، اللبن هو الحليب، الحليب ديالنا. الوغ لبن الخد هو الـ هو الـ 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 الحليب اللي كيتم خد. غير هو السايكوك اللي كنهضر عليه انا اليوم اللي جاي من الحليب، والحليب خاصو يكون عارفين منين جاي والاصل، وهذا الشرط الحلقه كامله غيبقى مرافقنا هذا الشرط هذا، واخا ما نعاودوش ولكن يبغى يبقى مرافقنا. شنو هو الشرط؟ هو انه يكون حليب معروف هذا الحيوان الاصل ديالو، معروف الاكل ديالو. بالنسبه لنا حنا ملي كنشدوا الحليب ما اللي معروف الاصل ديالو ومعروف شنو كياكلوا هاد الحيوانات، فيه دو فاز. حنا في علم التغذيه الحليب فيه جوج ديال الاوساط. كاينه لا فاز ديسبيرسي، يعني لا فاز كولويدال. شنو هي؟ هي داك الزبده اللي كتشد الحليب وتمخضو تخليه يهرب، كتمخضو. ملي كتمخضو كتخرج لك واحد الماده سميتها الزبده. الوغ هاد لا فاز ديسبيرسي او لا فاز كولويدال هي الزبده، لان داك المخيط كيخلي ان تفرق هاد لا فاز ديسبيرسي على لا فاز ديسبيرسونت. الوغ حنا ملي كنشدو لا فاز ديسبيرسي هي الزبده فقط. باش انا كنعطي الناس المصطلحات باش يشوفوا شنو كيتقال اليوم على هاد الحليب واللبن من حيث الفوائد، وشنو داروا جدودنا. يعني ما حنا هاد المصطلحات هادي ما كتهمناش، ولكن غير باش كنعرفوا ان هاد السايكوك نخليوها اصاله ومعاصره. ف لا فاز ديسبيرسي هي الزبده اللي عرفوها جدودنا، ولا فاز اكوز هذه لا فاز اكوز كنسميو حنا لا فاز ديسبيرسونت. الوغ هاد لا فاز هادي هي داك اللبن. واخا الوغ حنا ملي كنشدو ونمخضو كنحيدو السمن وكيبقى لنا اللبن. الجميل هو ان هاد اللبن هذا فيه بعض الاشياء اللي رائعه جدا، ولو نديروا عليها خمسه الحلقات ما غنساليوهاش، مي غادي نحاولوا اليوم نعطيو المختصر المفيد. فالمكون الاساسي ديال سايكوك، وشوف الناس انا هضرت على سايكوك لان ملي كنهضر، لان انا الا هضرت على اللبن افضل انه يكون سايكوك، لانك تكون قوه كنزيدوا قوه. الا كان التشيشه فيها فوائد واللبن فيه فوائد، فالتشيشه مع اللبن فيه فوائد اعظم، وهذا الشيء اللي غادي نشوفه ان شاء الله باذن الله. فاللي تغير في سايكوك، وللاسف الناس ما بقاتش هذه الثقافه هذه، للاسف كاين ناس شباب الان دابا اللي تقول له سايكوك سوا يضحك عليك سوا ما يعرفوش اصلا. مع العلم ان سايكوك حنا بالنسبه لنا حنا ودائما كنقول انا المغاربه فصلوا التغذيه على الجانب الاجتماعي، فصلوا التغذيه على المستوى الاجتماعي. يعني واحد كياكل العدس ماشي فقير، واحد كياكل سايكوك ماشي فقير. فهذا الشيء كامل غادي نشوفوه. ربما يكون الفقير اليوم بهذا التعريف هو اللي يفتقر للمعادن، يفتقر للفيتامينات، يفتقر للصحه، يفتقر لافيتاليتي الحيويه، يفتقر للطاقه. هذا بالنسبه لي هو التعريف ديال الفقير ديال هذا العصر هذايا. اما الانسان اللي كياخذ هذا الشيء، وانا كنقول هذا الشيء هذا مكونات. شوف سبحان الله، تزاوج انسان دي مثلا، واحد الشخص يتزوج كيشوف واحد الانسان المناسبه، واحد الشخص مثلا شي وحده تزوج كتشوف الانسان المناسب. فالاجداد ديالنا زوجوا الاغذيه بطريقه مناسبه وطريقه رائعه جدا. شكون اللي قال لجدودنا انهم يشدوا الشيشه ويزوجوها مع اللبن؟ لان يعني بعض الاغذيه لا تتزاوج، وحتى انها ملي كتدخل المعده كتنوض صراع. بعض الاغذيه الان مثلا دابا مثلا الفواكه مع شي حاجه من مورها كتنوض صراع في المعده، صراع ما لو كان الانسان يشوفه بعينه راه معركه فيزيولوجيه في الهضم ديالنا وفي المعده ديالنا كتسالي بان الانسان اذا كان ناعس يفيق، ان الانسان كاين مشاكل عديده وكبيره بزاف. فهذا التزاوج هذا غادي نشوفوا شنو اللي خلى جدودنا انهم زوجوا بين اللبن وبين الشيشه، وغادي نشوفوا الفوائد ديال سايكوك، فوائد لا تعد ولا تحصى. زعما صراحه انا يعني احترم واقدر الانسان المغربي والاجداد ديالنا، والله العظيم لو نبقاو نشكرهم يعني حياتنا كامله
ما غاديش نشكرهم على هذه الوجبات اللي جابوا لنا وعلى هذه الثقافه اللي حنا في طريق انها تندثر، ولكن الحمد لله ان شاء الله نحاول نحيوها بهذه الحلقات ان شاء الله باذن الله. نعم غادي نفتحوا باب التواصل مع المستمعين الكرام، فمرحبا باتصالاتكم وبتساؤلاتكم دائما على 0522 46 72 50 51 او 52، كذلك 0522 80 00 60 61 او 62. نستقبل في مكالمه معنا خالد على الخط من سلا. مرحبا بك خالد. خالد مرحبا، اهلا وسهلا بك. سير كنسلم على الاستاذ الحليمي. أيه؟ قول لي راه معاك البوكسور باش يعرفني ما تذكرني. مرحبا مرحبا بك خالد. انا كنسمعك تغدى استاذ. مرحبا استاذ، صحه العظيم. هذا الصباح راه دابا انا جو سوي ماتنو اون ديكاب باسكو لا في ان اكسيدون، ان اكسيدون افيك ان موتور دو فواتير ماتنو اكسيدون. ودابا راه جيت مع ما ميغ العربي ديال الحبات اقليم حاملة، وماتنو في الفطور ديالي مامو الى في ان دو جوني افيك شيشة، والله العظيم الى تشيشة بالاعشاب الخضراء هدوزها لك هي دابا تحكي لك اش كدير وكدور علينا اللبن كيسان ديال اللبن الى اروع من رائع. وهاد القضية اللي قلت فيها السي الحليمي ديال من ولاو كيعطوا الشعير للبهيم نعم خالد مازال معانا؟ للاسف ربما ما كيسمعناش، كان مشكل في التواصل مع خالد لانه حتى الصوت ربما كان فيه شويه نوعا ما ديال النعم، ولكن واضحه الرساله ديال خالد وكنشكره بزاف على المداخله ديالو. استاذ احلامي غادي نمشيو نستقبلوا مكالمه اخرى معنا هاد المره من بعد خالد من سلا. شكون ناخذوا معنا وفاء هاد المره؟ ناخذوا ساره على الخط من اكادير. مرحبا بك ساره. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. ساره طلب صغير الا جات على خاطرك بعدي على الراديو رجاء. انا ساره، وهذا نداء كنقول لكل المستمعين الكرام، لما تسمعوا الاسم ديالكم نطقت به الاسم والمدينه، يعني ما تبقوش تسمعوا من الراديو مباشره لانه كيكون حتى المستمعين الكرام ما كيكونش عندهم الصوت واضح نهائيا. تفضلي يا ساره. مرحبا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. مرحبا ساره. الدكتور احليني. مرحبا. بغيت نسولك عافاك، انت ما تبغيش تشرب لي الحليب مع سيكوك ولا حيت ما تبغيش اصلا اللبن ولا درت لها شيشه مع الحليب تتشرب فقط؟ واخا الله يعطيك الخير، غير باش نوضحوا احنا كنهضروا على السيكوك، راه السيكوك ما كيدارش بالحليب، كيدار باللبن. لا هي ما تبغيش الحليب اللبن وتندير لها بالحليب. واخا دابا هي اسمحي لي يا ساره ما كتشربش اللبن ولكن كتشرب الحليب. مثلا درت لها سيكوك بالبن ما ما غتشربوش، الا درتيه بالحليب كتاخذو. ايوا واخا. نعم واخا نجاوبك ان شاء الله. ما تبغيش، بغيت نسول الدكتور على حسب الياغورت واش نعطي لها، ماشي مشكل حيت الحليب واعر. شحال في العمر، شحال في العمر ديال بنيتها ساره؟ شحال عمرها؟ عندها 3 سنين. 3 سنين، والنمو ديالها الطول ديالها والوزن ديالها عادي مزيان؟ في المراقبه ديال الطبيب كيقول لك راه مزيان في ذاك الدفتر الصحي ديالها؟ تيقول لي كلشي مزيان. ايه واخا واخا ان شاء الله ساره نجاوبوا على السؤال ديالك. شكرا لك، شكرا لك ساره، تواصلتي معنا من اكادير. تفضل استاذ احليمي. نعم هو غير فقط للتوضيح وتصحيح المسار، حنا اليوم كنهضروا على سايكوك. نعم يعني باغ ديفينيسيون بالتعريف سايكوك هو اللبن، هو اللبن ماشي حاجه اخرى. نعم باش نبقاو في الموضوع. نعم لا نعطي الفوائد ديال السايكوك المغربي. نعم ولكن غير اسمح لي استاذ احليمي باش ساره ما تقولش راه ما جاوبناش عليها. سبحان الله. نعم لان حتى الناس اذواق، وكاين وليدات اللي الذوق ديالهم استاذ احليمي بعض المرات كتسائل منين جابوه، لان كتلقى مثلا الام كتاخذ اللبن، الاب كياخذ اللبن، الوليد كيقول لك لا انا هذا بغيت بالحليب ما بغيتوش باللبن. نعم فكاين هنا استاذ احليمي ربما كيبقى يطرح السؤال عند بزاف ديال الناس. نعم. كيبغيو يعرفوا الفوائد اللي كتكون او لا حتى التاثير اللي كيكون على الصحه بعض المرات سلبيا. هو عادي استاذ عفاف، علاش؟ لان هذه كنسموها حنا لومبخان فيزيولوجيك، البصمه. نعم البصمه الفيزيولوجيه. نعم شحال عندنا من بصمه؟ عندنا 7 مليار. شحال ما كاين من كائن فوق الارض الا وعنده بصمه ما كتعاودش. نعم ولو عند والديه ما كايناش، يعني الطفله غير هو خصنا نحترموا الاذواق ديالها. الا ما بغاتش واحد الحاجه ما تعطيهالهاش. اييه وانا كنقولها لها من هنايا، ممكن نعوضوها هاد الاغذيه، ممكن نعوضوها باشياء كثيره بزاف. أيه. الا عطاتها الشريحه والتمر والزبيب والهادي راه عوضت داك الشيء اللي بغات تقلب عليه. غير هو الطفل نحترموا الميولات الغذائيه ديالو فقط. هادي بالنسبه للياغورت، حنا كنا كنصاوبوا الياغورت والناس في قديم الزمان، هادشي غنديروا له حلقه خاصه. الياغورت كنا كنصاوبوه بحليب الماعز، كنقطروا عليه اللاتكس. شنو هو اللاتكس؟ والحليب ديال الشجر ديال الكرموس وديال الباكور.
كتخلي واحد شويه كيتكواكولا. نعم اللي كيتسمى الكرم كنسميوها الكرمه. الكرم الوغ الكرمه كيكون عندها الحليب. نعم هذاك الحليب ديالها اللي كيلصق وهذاك هذاك سميتو اللاتكس. دايوغ كاين في القوق كاين هذه ممكن نستعملوه. الوغ هذاك الحليب كنا كنقطرو على حليب لا 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 لا. اما الطفله تحترم لها الميولات الغذائيه ديالها ما بغاتش شي ماده ما نعطيوهالهاش وهذا هو هو الهدف ديال التنوع. فهادشي اللي نقدر نقول انا بالنسبه للاخت الكريمه. فيما يخص سايكوك السايكوك الفوائد ديالو لا تعد ولا تحصى. نشوفوا نمشيو مكون بمكون. اولا السايكوك فيه واحد الماده شو سبحان الله ما فيش الحديد فيه لاكتوفيرين. شنو هي اللاكتوفيرين؟ اللاكتوفيرين استاذ عفاف هي واحد الماده شو سبحان الله كاينه في اللبن. وهاد اللاكتوفيرين مي كتدخل وسط الجسم شنو كدير؟ كتحرم البكتيريات الضاره من الحديد وكتحرم الخليه السرطانيه من الحديد. والخلية السرطانية والبكتيريا ديالها تحرمات من الحديد كتموت فقط. يعني حنا باش لأن الله سبحانه وتعالى أنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس. البكتيريا ما تعيش بلا حديد خصنا واحد المادة كتحيد لها الحديد. مثلا البكتيريا ضارة غتنمو في الجسم خصها الحديد. شنو كدير هاد اللاكتوفيرين اللي كاينة في السايكوك؟ كتمشي وكتحيد لها الحديد كتخليها بلا حديد كتموت. الخلية السرطانية كتحيد لها بلا حديد كتموت. فيه الليزوزوم سايكوك فيه الليزوزوم. الليزوزوم هو جايه من ليز. الوغ ليز هي انها كتقتل البكتيريا هادو يعني بواحد الدرجه رائعه جدا. كذلك اللبن فيه اللاكتوغلوبولين بيتا لاكتوغلوبولين. كذلك عاوتاني السايكوك المغربي فيه الالفا لاكتالبومين زائد ليزيمينو جلوبولين الاي جي جي يعني الاي جي جي 1 والاي جي جي 2 زائد الاي جي جي سيكريتوار زائد الاي جي ام والاي جي ا. شوف سبحان الله هادشي هذا كامل سي با لا بين نعقلوا عليه. المهم كامل علاش كنعطينا هاد الاشياء باش حتى في الاخوان المختصين هاد المسائل هادي نتفقوا عليها. السايكوك المغربي في هاد المواد شنو كتخليه؟ عنده واحد ليفي واحد المفعول كنسميو حنا ايمينو ستيميلون يعني كيعزز المناعه بواحد الدرجه ما تصورش. سايكوك المغربي ها علاش كانوا جدودنا عندهم القوه وعندهم المناعه وعندهم اشياء رائعه في الجسم ديالنا. اكثر من هكا الفرق بين الحليب واللبن انا شخصيا افضل اللبن والفوائد اللي كاينه في اللبن يعني تفوق فوائد الحليب. علاش؟ لان شوف سبحان الله كي كل انسان عنده حساسيه اللاكتوز. واحد كاين ناس اطفال عندهم لانتوليرونس واللاكتوز معروف لانتوليرونس ولاكتوز. كاين اطفال عندهم لانتوليرونس وبروتين لا دفاش عدم تحمل بروتينات الحليب وعدم تحمل اللاكتوز. انت ملي كتشد اللبن الحليب وكتمخضو تمخضو تمخضو ونذكر رافقوني عافاكم بالشرط اللي كنهضر عليه. اللبن اللي كنهضر عليه جاي من حليب نعرفوا الاصل ديالو نعرفوا المصدر ديالو نعرفوا هذه البقره ونعرفوا شنو كتاكل. بالشرط يكون مرافق الحلقه كامله. الو قلت انايا ملي كنشدو الحليب ونمخضوه هذاك الحليب ملي كيتمخض كاين اللاكتوز. اللاكتوز هو السكر اللي كيضرب عند الناس ودايوغ كيضر يعني بزاف ديال الناس. علاش؟ لاننا حنا الانسان هو كيعيش كينقص له اللاكتاز انزيم اللاكتاز وانزيم اللاكتاز هو اللي كيقطع اللاكتوز سو كيفي كيدير له بعض الانتفاخات. مي كنجيو للحليب اللبن اللبن مخضناه هذاك اللاكتوز يتحول الى حمض اللاكتيك لاسيد لاكتيك. لما يتحول الى حمض اللاكتيك فكتولي اشياء رائعه وكيولي الهضم ديالو جيد وهذا الشيء اش كنقولوا حنا من الشروط ديال السايكوك الله يعطيكم الخير يجب ان يؤخذ على معده فارغه. علاش؟ لان الهدف عندنا المواد اللي فيها اللي كاينه في السايكوك الاملاح المعدنيه والفيتامينات وزايد هاد المواد اللي هضرنا عليها زائد السيستين زائد الجلوتامين هادشي كامل هذا باش يتصاوب الجلوتاتيون. والجلوتاتيون هو واحد من حراس الخليه. فبجواب مباشر السايكوك يدعم حارس هو قائد المناعة ديالنا هو قائد وزارة دفاع الجسم سميتو لو غلوتاتيون. فالسايكوك المغاربة مي كانوا كياخذوا سايكوك يدعم هاد الغلوتاتيون. مي كيكون هاد الغلوتاتيون مستحيل يكون عندك الباركنسون مستحيل يكون عندك السرطانات مستحيل يكون عندك مشكل بالكاتاراك مستحيل يكون هذا غير هاد الغلوتاتيون هاد المادة هاد البروتين الصغير اللي كيشكون الصديق ديالو هو سايكوك. هنا كان حنا أمام علاقة مباشرة بين التغذية
وبين الصحه ديال الجسم ديالنا. فقلت انا يا هاد المواد هذه لما كناخذوها فيها كذلك بروتينات، فيها بروتينات يعني ما كنبغيش نهضر انا على مساله البروتينات، ما هنا حنا هاد الفاكتور ليميتون هاد الاشياء في التغذيه اليوم يعني كنهضروا على قوه الغذاء، اما الفاكتور ليميتون ما بقاش عندنا مع هاد العامل المحدد. وهذه شوف سبحان الله السيكوك المغربي فيه احماض امينيه كتسمح لي بزاسيد اميني سوفري بحال ميثيونين بحال سيستين، وفيها فيه ليزاسيد اميني برونشي. هاد ليزاسيد اميني برونشي هي انتي كاتابوليك. الناس يقولوا علاش كنقولوا هاد لي تيرم انتي كاتابوليك، يعني الجسم ما كيتحطمش، الخلايا كتولي تنمو. وحنا امام واحد الغذاء قوي جدا، واحد الغذاء اللي والجميل فيه الناس ربما غالطين في هاد النقطه، جا فيه جميل فيه استاذ عفاف ان المعادن اللي فيه بيو ديسبونيبل، دغيا كيهضمها الجسم ودغيا كيمتصها الجسم. فيه مواد اصلا هضماتها البكتيريات، هذاك الشيء دارت لنا البكتيريات، وكنا كما في السمن كما في الخميره البلديه، فمي كناخذوه الجسم يستفيد به يعني واحد السرعه لا تتصور. ومن اكبر الاشياء اللي كيديرها السيكوك استاذ عفاف هو فاتح للشهيه لكل شيء اليوم. علاش؟ فيه فيتامينات جروب بي، وفيتامينات جروب بي كتحرق لنا الطاقه، زائد هو رافع للمناعه. والناس دابا اللي كيقلبوا على الصحه ديال الشعر، على الصحه ديال الاظافر، على الصحه ديال الجسم ديالنا كامل، فالسيكوك المغربي هاد السيكوك هاد الماده اللي داروها جدودنا من اروع المواد. الناس اللي عندهم لاكني، الناس اللي عندهم حب الشباب، السيكوك من افضل الاشياء، يعني فيه معادن، فيه فيتامينات، فيه فيتامينات جروب بي كيخلي الجسم انه يحرك لو ميتابوليزم ديالو وما كيبقاش هذا المشكل. ودايوغ مثلا حب الشباب راه مشكل في الميتابوليزم ديال لي تريغليسيريد، فهاد الشيء كامل كاين في هاد السيكوك المغربي اللي حنا تخلينا عليه. نعم. نستقبلوا مكالمه اخرى معنا هاد المره ونمشيو باش ناخذوا فتيحه على الخط من مدينه مراكش. اهلا وسهلا بك فتيحه، مرحبا بك معنا. بلاتي الله يجازيك بخير في الراديو بلاتي. تفضلي فتيحه. شكرا. الله يجازيك بخير اختي، بغيت نسول الدكتور الحليمي. اييه. بالنسبه لنا حنا في مراكش ما عندناش دابا هاد البقر اللي تيقول هو خصو يتحلى وخصو ينقفوا ونشوفوا، ما كاينش عندنا حنايا ديال الكوارتن. بالنسبه للكارتون ولا ديال الميكا، اش اللي صحي فيه؟ واش ديال الكارتون ولا ديال الميكا؟ باش نديرو حنا شي كوكا كوب شيشة. نعم صعيب عليك انك تلقاي اللبن بلدي. اللبن بلدي صعيب عليك انك تلقايه؟ صعيب عليك انك تلقاي اللبن بلدي؟ تلقاو بحال هكا بعض الخطرات بحال هذوك اللي تيوقفوا حدا الجامع وداك الشيء تيجيبوا ديال البرانيت، هو تيقول لك ديال القريه ولا اييه كيكون شي فلاح او لا وكي اي نعم ايوا تيجيبوه تيصوروا هذاك الشيء. واخا فتيحه نجاوبوا على سؤالك ان شاء الله، وكنا متوقعين هذا السؤال خلال الحلقه استاذ احليمي او لا. لا كنا متوقعينه. وغير غتسمح لي استاذ احليمي، ذكرت فتيحه واحد النقطه ما بغيتش تفوتني اليوم. هي مساله ديال واحد الباعه اللي كنلقاوهم مثلا خصوصا قرب المساجد، بحال نهار الجمعه مثلا الانسان لما كيصلي صلاه الجمعه وكيخرج ضروري ما تيلقى واحد الباعه اللي كيكونوا. ودابا ولينا كنشوفوا ماشي بقى غير ذاك الفلاح اللي كيكون هاز مثلا ذاك الزبده البلديه وذاك اللبن، دابا ولات واحد الكروسه، يعني واحد السيد اللي كيكون لابس واحد الطبليه بيضاء وعامل سايكوك، كتلقى عنده ديال الذره كيقول لك هذا راه ديال القمح، هذا راه ديال الذره، هذا راه كذا، وتيفرق على الناس. هاد المساله ربما اللي بغينا كنشوفوا في هاد السنوات الاخيره. نعم. هو استاذ عفاف اول حاجه هو لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه. اكيد. يعني بالنسبه لي انا كنهضر مع المغاربه اوطونك اولا ككائن بشري. انايا صراحه ما ناخذ اللبن الا اذا كنت متاكد منه واحد النسبه كبيره، نكونوا واضحين، يعني نمشي للباديه ونعرف شكون مول هذا اللبن هذا. علاش؟ لان كاين غش كبير فيما يخص هذا، ماشي انا ماشي كنجمع كل شيء. نعم. نذكر دائما كاين الصالح والطالح، وهذا الشيء انا كنقولوه في الصالح ديال هاد الناس هادو، مش ما يبقاوش الناس يدخلوا يعني اي واحد ممكن يمشي، لان اللبن الخطوره فيه انه ممكن يهز لنا بكتيريات خطيره جدا. نعم. ونكون نعطيهم للاطفال، والاطفال يعني ممكن ياخذ الانسان اللبن يوصل للمستعجلات مباشره. هذه النقطه الاولى. النقطه الثانيه كاينه واحد، واللبن ساهل يتغش. الله يهديهم هاد الناس، لان كاينه طرق اللي احنا دابا في راديو ما نقدروش نقولوها، لكن طرق اللي كيعرفوها المغاربه، كاين اشياء اللي هي كنبغي انا والحمد لله كاينه واحد المراقبه، مي خاصنا نزيدوا الاجتهادات. فهاد الناس اللي كيبيعوا اللبن امام المساجد، فانا ماشي مع كل شيء وماشي ضد كل شيء، نكونوا صراحه. فانا باش نقدر نضمن ان هاد اللبن نعطيه لولدي وناخذه انا ونعطيه للزوجه ديالي ونعطيه للاباء ديالي، فغادي ضروري من واحد 9 الكيلومتر الي وروتور ولا واحد 10 الكيلومتر. أيه. يعني انا داكشي اللي كنديرو انا نبغي نقولو للمغاربه.
نعم، وليس هذا الشيء ما غيديروش يوميا استاذ حليمي، كنعرفوا باللي اللبن وسبحان الله راه كيصبر، يعني الا كانت فيه واحد الجوده المذاق ديالو ما كيتبدلش ما كيتغيرش. تمام. انا غير باش نقول الحمد لله كنتقاسموا مع المستمعين الكرام كل شيء استاذ حليمي. انا بتجربه ديال انا بتجربه ديال المتواضعه، الجوده ديال اللبن باش كتعرفها واش كيصبر ولا لا. الا صبر والمذاق ديالو ما تغيرش عرفت باللي الجوده عاليه. نعم اكيد، وكيتزاد فيه اقل ما يمكن ان نزيدوا الناس يزيدوا فيه هو الماء. نعم، وكاين اشياء اللي كتزاد يعني حرام الانسان يستهلك هاد الاشياء اللي كتزاد فيها. راه ماشي عاوتاني احنا ديما احنا كنهضروا بتحفظ، ماشي اليوم نهضروا على سيكوك غدا اي واحد لقاه كيبيع في سيكوك في الطريق ياخذه. يعني انا ناخذ الشيشه ديالي ونصوبها على يدي، مساله بسيطه، شد الشيشه كتفزقها واحد ثلث ساعه، تحيد لها الماء، تحطها تنشف شويه كتشرب الماء. يعني الشيشه بحال اللوبيه والعدس والحمراء. أيه. تشد الماء وكتنفخ حتى الحجم ديالها. اي كتنفخ الحجم ديالها كيتبدل. اي واحد ثلث ساعه في الماء، تحيد لها داك الماء كتكون تنفخات، فورها جوج مرات صافي. انا بسيطه باش نمشي انا الانسان يفورها جوج مرات ويجيبوا لبن الخد. عارف منين يجيبوا؟ ماشي الباديه، انا لبن المعيز ولبن هادي شي واحد، لان حتى الطريقه اللي كيحلب بها الانسان، الطريقه اللي كيمخض بها، اليد اللي كتمخض لبن، اليد شوف غير اليد اللي كتحيد السمن استاذ عفاف، راه خطيره جدا. باش نكونوا صراحة، انا كنعقل على الجده ديالي والام ديالي والاجداد ديالنا، راه يدها باش تحيد به السمن. لان شحال من واحد غيشرب ذاك اللبن؟ اسره كامله هي كدير حدا عينها، هذيك الاسره كامله تقدر تمشي للمستعجلات، شنو كدير هي؟ كتقفل يدها وتشد الصابون وتغسل يدها وتعاود تغسلو، ربما ما عرف شاكه ان ربما دي، وتزيد تعاود تغسلو، واش غسلاتو بالماء السخون وتنشف يدها بفوطه خاصه. أيه. فوطه خاصه نهار دير اللبن. شوف الناس كيفاش الناس دابا كيقلبوا على التعقيم، ما نعقموش حياتنا في الافكار ديالنا، خصنا نديرو شي حاجه اللي كانوا شوف جددنا، وتشد الفوطه وتنشف يدها ويبعد حداها كل شيء، عاد ممكن انها تجمع هذيك الزبده. فهادشي هذا عنده طقوس، ماشي واحد علم الله كيفاش كان يدو ويجي. هادشي اش كنقول انا للمغاربه، حنا كنهضروا على سايكوك باش نعطيو القيمه لسايكوك، ولكن ماشي باش نخليو المغاربه ياخذوا اي سايكوك في اي مكان، اللبن في اي مكان كيف ما كان. لا، انا كنهضر بالشروط، كنهضر على اللبن ديال الباديه اللي مصوب في الباديه، وعارف شكون صوبو، وتكون حدا هاد السيد هذايا، ان سايكوك يعني عنده الطقوس ديالو، زائد الشيشه نصوبوها بيدنا. فهاد الشيء هذا كامل ان شاء الله، وهنا فرصه نقول للمغاربه ان شاء الله حنا غادي ندخلوا في الدورات التكوينيه دي زاتولي، ندخلوا في الورشه ان شاء الله نهار 22 ابريل في مدينه مراكش. عندنا دوره تكوينيه كيفاش نفتلوا الطعام. نعم، يعني تكون عندنا من اكبر التعاونيات في المغرب اللي كيفتلوا الطعام، والناس هذوما اللي غادي يشتغلوا معنا. غادي نوريو الناس كيفاش يفتلوا الطعام، كيفاش يصوبوا الطعام، لان هادشي اللي خاصو هادي، وان شاء الله هادشي كامل هذا، وغنهضروا على السيكو ونهضروا على هاد المسائل هذا. غير هو الله يعطيكم الخير، انا كنتكلم بتحفظ، ماشي اي لبن نشريوه، ماشي اي واحد كيبيع السيكوك ناخذوا من عنده سيكوك. هادشي خاصو يكون فيه شويه الحذر وبزاف كاع، لانه مشكل كبير، وخاصه لما يتعلق الامر بالاطفال. فنهضروا على السيكوك فعلا، نهضروا على سيكوك، ولكن ماشي نحلوا المجال واسع اننا ناخذوا سيكوك في مكان ونشريوا اللبن من مكان. ومشكورة استاذ عفاف لان الظاهره كثرت ان الناس كيبيعوا اللبن في امام المساجد. فانا شخصيا واحترم اي واحد كيمشي يقلب على الرزق ديالو، ما نقدرش ناخذ انا اللبن مع يعني نامبورت كي. علاش؟ لان هذا الشيء هذا كيتعلق بالصحه ديالنا، ونتمنى انا هذه الفكره هذه تكون حتى عند المغاربه. الناس سواء استاذ عفاف كاين الناس اللي كيبيعوا اللبن كسبوا الثقه ديال بعض الزبائن. نعم، وكيقول لك مثلا ذاك الزبون انا ما نشري الا من عند ذاك السيد. نعم، هاد العلاقه تعزيزين عليا انا. أيه. صراحه يعني انا كنشوف حومه يعني كتاخذ من عند واحد السيد ما فيها بات، ثلاثه بينا حنا نراقبوا، كاينه مراقبه، ولكن حتى انا الاسره ديالي نمشي عند هاد الضيعه لهاد السيد، ياك عنده ضيعه هو كيجيب السياره ديالو، حتى انا نمشي عنده. نشوف انا هاد الظروف، نشوف هاد الامور هادي كي دايره، وكاع انا نقول له خلي اللبن عندك، انا نجي ندي عندك. أيه. منها انني نمشي للطبيعه، منها انني نجيب شي حاجه مزيانه، ومنها انني نشوف الشروط اللي كاينه وندي وليداتي. أيه. هاد اللبن اللي كتشربوها كيفاش كيتصاوب فيه، عاوتاني ليدوكاسيون فيه. أيه. التربيه. فانا كنبغي هاد العلاقات هادو ما مزيان اننا نكسبوا يعني العطف والثقه ديال بعض الناس اللي كيجيبوا لنا اللبن. بالحق المراقبه واجبه، وهادشي هذا ضروري رب الاسره انه يديروا. نعم. والناس يراقبوا هذه المساله ديال المراقبه، لان اللبن فيه خطوره كبيره بزاف، وهادشي يجب اننا نقولوه. نعم. غادي نمشيو نستقبلوا مكالمه اخرى معنا هذه المره، خديجه على الخط من مدينه مراكش. مرحبا بك خديجه. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. اهلا وسهلا، مرحبا بك لاله خديجه. دكتور لك الف الف شكر، لا الف قليله، ملايير ملايير الشكر.
امين يا رب. لانه واحد التغيير كبير وقع في الكوزينه ديالي وفي التغذيه ديالي، والحمد لله لقينا صحتنا. والله يجازيك بخير، والله يجازي بخير الاذاعه محبوبه. امين يا رب. عندي واحد جوج اسئله، وحده وانا كنت كنتسنى باش ندوز على المباشر. جاوبتي قلتي بانه تيخصو يتخذ على معده فارغه، ولكن انا شنو كندير؟ بزاف الناس تناكلوا الدشيشه مثلا بالخضره وهذا، عاد كناخذ شويه ديال الدشيشه ناشفه وكنديروها مع اللبن كناخذها من بعد. واش هي مساله صحيه ولا لا؟ واه جاوبك ان شاء الله. وثانيا عندي واحد ولدي كيجيو لي غاز، ملي كياخذ في كوك تيجيو لي غاز، واش ما عرفتش واش. وواحد الطليب الله يعطيك الصحه، واحد الطقريت كاينه، هضر لينا على طقريت واش صحيه، واش ناكلوها ولا لا، لانه موجوده دابا في السوق كتوجير في هذا الشهر وكتمشي في حالتها. الله يعطيك الصحه، واش مهم؟ واخا خرج على الموضوع ولكن ولا جاوب عليها مره اخرى. واش يمكن ناخذ في كوك في السحور مثلا؟ واش هي اوكله نحطو اسكو سي غوبا برينسيبال ناخذ؟ واخا هذا التقريت انا ما عرفتش هذا المصطلح بالضبط. تقريت ذاك الكرموس اللي ديال الله كيتيبان، ذاك الكرموس تيقطعوه تيكون مار شويه، كنطحوه كنديروا ليه، يكون مازال خضر، يكون مازال باقي خضر، باقي خضر وصغير. شنو الطريقه سمحي لي خديجه؟ اييه شنو الطريقه اللي كتوجدوا بها؟ كديرها جده وامي كانوا كيفوروها وتيديروا لها ذاك الشرموله ديال الحوت. داكوغ. تقريت الشرموله ديال الحوت. اي مع زيت العود وكتبقى انا كنديرها هنا عندي كتبقى مده طويله يعني رائعه بنينه في المذاق. أيه. واش صحيه ولا لا؟ واخا يعطيك الصحه. نجاوبك ان شاء الله. شكرا لك خديجه، شكرا. وبعد المرات كل مداخله كتكون غنيه على اللي قبل منها. هي فعلا استاذ قليمي. هو شوف السي العسل، المغاربه منهم كنتعلم. نعم. انا شخصيا هذا المصطلح ما كانش فراسي. نعم تقريت بالشرموله ديال الحوت. اي يعني فوالا، يعني احنا عندنا هذه، احنا عندنا مصطلح اخر كنسميوه هذا، يعني ذاك الكرموس. شنو كتسميو عندكم فوزان استاذ احلامي؟ فوزان شنو كتسميوه؟ كنسميو احنا البقعيز بهذا المصطلح. البقعيز. اي فوالا، يعني شوف المصطلحات كيفاش كتختلف. وشوف سبحان الله، هذا الناس كيقولوا الخضره بسبع خضار، لا لا الكسكسو بسبع خضاري. اي انا كليته في مدينه طاطا، كليت كسكسو دايرين فيه هاد الكرموس، يلاه داك الاول كيكون مازال مار. فوالا، هو سي عفاف الخطوره ديالو مي كيكون مازال خضر. اما الى طاب ماشي مشكل. علاش؟ لان مي كيكون مازال خضر اول حاجه فيه داك اللاتكس، هاد اللاتكس ممكن يسبب لنا حساسيه، هو اللي تكلمنا عليه. اي فوالا. ثاني حاجه فيه الاوكزالات، حمض الاوكزالات، وحمض الاوكزالات ممكن يدير لنا، ممكن يسبب لنا بعض المشاكل، ومنها التقيؤات. ممكن يكون مشاكل كذلك على مستوى الكلاوي. علاش؟ لان الاوكزالات من العناصر المكونه للحجر في الكلاوي. داكشي علاش الا بغينا ناخذوا هذا ممكن الا تعرض للطهي او للطهو، جوج مصطلحات، ما كاينش مشكل، بالحق خضر نتجنبوه لان هذا فيه مشكل. حنا ضروري الفواكه كتوجد عاد ممكن ناخذوها. بحال مثلا المشماش، باردون، البرقوق. البرقوق كيكون مازال وجد خطير جدا الا كان باقي موجود. الناس كيمشيو ياخذوا البرقوق باقي حامض، هذاك الاول هذاك راه ممكن يوصلك المستعجلات. علاش؟ لان كيوقف فم المعده، وهذا الشيء هذا كامل راجع لهاد الاوكزالات وهاد المواد هذه. فاذا كان مثلا هذا الكرموس ولا الباكور اللي كيكون الاول ما كاينش مشكل، الا كان مع مثلا كسكسو ولا يدار بهذه الطريقه اللي قالت الاخت ما كاينش مشكل، لان هذاك الجهد ديالو بحال الخبيزه. الخبيزه ما نقدروش ناكلوها خضراء، الحق ملي كنطيبوها هذاك الاوكزالات، مادة الأوكزالات هي اللي كتسبب لنا هذا المشكل هذا. قالت سايكوك واش وجبة رئيسية؟ ما كاينش شي وجبة رئيسية ممكن تكون بحال سايكوك. حنا يعني كنعرفوا جدودنا باغفوا كيكون الغداء بسايكوك. نعم. أولا الكوتي بسايكوك. وأنا كنقول للناس المغاربة كديروا كسكسو نهار الجمعة. في العشية مثلا مع العصر. هذاك كسكسو اللي بقى. شوف الاقتصاد كيفاش الناس عندهم. يعني الرفيسه العمية، الرفيسه العمية راه خصها تدرس في جامعات الاقتصاد. علاش؟ لان نسولوا المغاربه علاش كانوا كيديروا الرفيسه العمية باش حاجه ما تضيع. هكا عاوتاني يبقى كسكسو مع العصر، يكون عندي البنانه نزيدو، وكتكون عندي وجبه واشياء اللي وانا كنقول باللي السايكوك هي وجبه رئيسيه. فقط باش ما يفوتناش نهضروا على بعض الفوائد. السايكوك فيه بروتينات. انا لا احب نهضر على البروتينات، ولكن الجميل وان هاد البروتينات
منها الجلوتامين منها السيستين، هادو كيصوب بهم الجسم الجلوتاتيون. لو جلوتاتيون كنقول المغاربه سيروا قلبوا شنو هو لو جلوتاتيون. لو جلوتاتيون هو القائد ديال وزاره الدفاع ديال الجسم، يعني انت كتغذي القائد ديال الجسم ديالك ملي كتاخذ سايكوك. كذلك فيه احماض امينيه كبريتيه، يعني الجسم ديالنا حنايا كيكون فيه وضيق. شوف الناس كياخذوا كياخذ سايكوك كيقول لك انا ولات عندي واحد الطاقه واللي عندي واحد الانتعاش. واي واحد شرب اللبن، اي واحد خدا سايكوك واحد ساعه د المكانه غيجيه الجوع، هذا يعني ان الوجبه سهله الهضم. كيحس بالانتعاش. نتحدى اي واحد الان يشرب اللبن وما يحسش بالانتعاش. ملي كنهضر على اللبن نعاود نقول اللبن اللي بطريقه مزيانه وجاي من البقر وجاي واللي مصوب بطريقه مزيانه وحارصين عليه، يعني خصو واحد الحرص كبير بزاف. فقلت انايا ما كاينش شي واحد اللي يشرب اللبن ويشرب سايكوك وما يحسش باللي يعني الجسم ديالو فيه حياه، فيه واحد لا بويسونس، فيه واحد لا فيتاليتي. هادشي كامل هذا جايب هذه الوجبه هذه. دايوغ جدودنا كانوا يعني تمتعوا بواحد الطريقه رائعه جدا. علاش؟ لان السايكوك فيه فيتامينات جروب بي، وفيتامينات جروب بي هي الفيتامينات اللي كتعطي طاقه. ودايوغ الان وهذه ربما الناس ما ردي لهاش البال، كاين بعض الماركات ديال المنتوجات كمكملات غذائيه للرياضيين من اجل بناء العضلات. وتذكروا ان البناء العضلات راه كاين بعض الناس غالطين في هذه المساله دي. هو مستخلص من البروتينات ديال اللبن الخد، لبن الخد او اللبن. فيكفي انك تمشي تاخذ اللبن مثلا انت كممارس للرياضه، كممارس الرياضه بغيتي تاخذ. الناس كيجيستيفي واخا بعض المرات كتكون المسائل غلطه، باللي خاصك لي زاسيد امين اسونسييل والفاكتور ليميتون وهاد الاشياء وباش العضلات كبر والفيبر اكتين ميوزين ولاكاس ميسكولير وهاد الاشياء، خذوا اللبن. الوغ اللبن فيه احسن من البيض، لان يعني الناس كيمشيو ياخذوا البيض خضر اربعه خمسه، كاين الناس اللي كياخذوا. هذا جنون، هذه حماقه. نجينا من الرياضه كمال الاجسام وخا الكمال لله ونمشي انا وناخذ انا 10 البيضات وناخذ 20 بيضه، هذا اعتداء على الكلاوي ديالنا، اعتداء على الجسم. فخذوا اللبن، لبن الخد. لبن الخد فيه بروتينات اللي كيبني بها الجسم. واحد المساله، كلشي الناس وهذه شحال كان استاذ عفاف الى شي واحد وقع له تسمم نهار كامل ما ياكل والو، سولوا الاجداد. نعم. ولا قطيطه صغيره مثلا وقع لها تسمم كانوا كيعطيوها اللبن. حنا الجسم ديالنا انسان وقع له تسمم نهار كامل وكيعطيوها غير اللبن. علاش؟ لان كنسميو حنا ديزانتوكسيكاسيون ميتابوليك. الناس اللي كيهضروا على الديتوكس، الجسم ديالنا كيدير الديتوكس كل ثانيه، يعني ماشي عاد نجيو نبيعوا الاوهام للناس. فديزانتوكسيكاسيون ميتابوليك، فاللبن كيدير هاد ديزانتوكسيكاسيون ميتابوليك، كيحيد لك الجذور الحره بهاد الجلوتاتيون، كيحيد لك المعادن الثقيله. شوف جدودنا كيفاش كانوا كيحيدوا هاد الاشياء هادية. فمشكورين، هما اللي خلونا اننا نهضروا على هاد الوجبه، والفضل كيرجع لهم. وان شاء الله نترحموا عليهم في هاد اليوم هذا بسبب هاد الوجبه هادي اللي خلونا وجبه قويه مهما هضرنا عليها. صراحه انا ملي كنهضر على هاد الوجبات كتكون عندي يعني طاقه ايجابيه. كتسمع السايكوك، سايكوك يعني ربما في البساطه التحضير، بساطه الاكل، بساطة الهضم، ولكن عملاق، عملاق في التغذية بكل ما تحمل الكلمة من معنى. نعم. غادي نمشيو نستقبلوا معنا أسماء على الخط هذه المرة من العطاوية. مرحبا بك أسماء، أهلا وسهلا. أسماء معنا؟ أسماء. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. ورحمة الله وبركاته. تفضلي أسماء، كنسمعوك. ربما كاين مشكل في التواصل مع اسماء لانه ما كتسمعناش. ناخذ عبد الله على الخط هذه المره من مدينه فاس. اهلا وسهلا بك عبد الله، مرحبا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. تحياتي لك والدكتور. شكرا لك عبد الله. دكتور بغيت نهضر على واحد سيكوك من زميت الشعير نعم. نعم عبد الله مازال معنا؟ للاسف انقطع مع، ربما كاين مشكل في الاتصالات استاذ احليم، ولكن كنظن ان السؤال ديال عبد الله واضح. نعم. هو استاذ عفاف شوف سبحان الله الذكاء ديال المغاربه. نعم. هو ماشي غير الشعير الخضر، هو حتى ذاك الزرع القمح. القمح انا اللي كنعقل على الاجداد دي، انا سبحان الله كانوا شي حوايج كانوا كيدوزوا قدام عيني وانا صغير ما كنتش كنرد لهم البال. حتى وصلنا لهذ المرحله عاد ولينا كنرجعوا ذاك النوستالجيا. كانوا الناس كيشدوا ذاك القمح، ذاك الزرع الاول كيشدوا واحد الخشبه غا باليد، كيصوبوها غا بيدهم، خشبه عندها سنينات باش كدق هذاك الزرع.
وهذاك الزرع الاول به كيصاوبوا هربل به كيصاوبوا بزاف ديال الامور. فهادشي ان شاء الله غادي نحاولوا نرجعوا له. فهاد الوجبه من الوجبات اللي كانوا الناس كيديروا هذه شحال كياخذوا داك الشعير الاول او لا الشعير الاخضر. بالنسبه لي انايا هاد الطرق هذه هي الطرق المغربيه. حنا شنو كنديروا لها؟ حنا غير كنزكيوها علميا. النداء ديالي والطلب ديالي ما تحاولوش عافاكم ديروا لا موديفيكاسيون، ما تحاولوش تجتهدوا بزاف فيما يخص هاد السيكوك. السيكوك خليوه المبدا ديالو، راه الاجتهاد لا 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 الحكمه هو اننا نخليو داكشي كما عطاونا جدودنا، ماشي حيت قال السيكوك دار في القرن ما عرفش من قرن، حنا دابا في القرن 21 ضروري خصنا نديروا نزيدوا عليه شي حاجه. لا، الحكمه هو اننا نخليو الامور كيف ما هي، والذكاء ديالنا هو اننا نخليو السيكو كما داروه جدودنا، ونخليو الحريره كما داروها جدودنا، ونخليو الكسكسو كما داروه جدودنا. للاسف الان دابا كنشوفوا السيكوك غير السميه ديال السيكوك. بالحق زادوا فيه شي مسائل، زادوا فيه بزاف الامور، ممكن يزيدوا في بعض الامور. الناس كانوا كيزيدوا الفول مثلا في هذا الوقت هذايا، يزيدوا الفول مثلا خضر يسلقوه ولا مثلا يبخروه ويديروه، ما كاينش مشكل. بعض الاشياء ما باش نبدلوا كاع الوجبه ونبدلوا الهويه ديال الوجبه، كما وقع الحريره كما وقع الكسكسو كما وقع. لا، انا مع يبقى الاغذيه اننا نخليوها، لان كاين بعض الناس كيقول لك انا السيكوك باش انه يثبت الوجود ديالو في عالم الطبخ خاصو يزيد له شي حاجه جديده. لا، انك الحكمه كداعي اننا نخليو، والناس الا بقى معيار الصحه خليو معيار الصحه في الطبخ. معيار الصحه معيار اساسي في اي برنامج، وشوفوا البرامج العالميه ديال الطبخ. البرامج العالميه ديال الطبخ المعيار ديال الصحه موجود وحاضر. نتمنى وتحنا اننا نمشيو وتحنا نطبقوا هذه المساله. المعيار ديال الصحه يبقى، انني ندخل ندخل انا السيكوك المساله ما كاينش مشكل، ولكن نبقى في معيار الصحه. الا مشارينا معيار الصحه هذه الوجبه هذه بالنسبه لي ما عندها حتى شي معنى. نعم. سؤال اخير اذا سمحتي استاذ احليمي. نعم. الفرق ما بين السيكوك وبركوكش. نعم، هو شوف بركوكش استاذ عفاف. نعم. الطرق، هو السيكوك كيتصاوب من الشعير ومن اللبن. ايه. بركوكش يقدر يكون كاع ما فيه لا حليب لا لبن. يقدر الانسان يصوبه بحال التشيشه. نعم. هي غير المصطلحات تختلف. كاين اشياء هنا يعني اولا كنشوفوا بلي كاين قاموس مثلا بحال التشيشه، كاين اللي كيقول لها التشيشه، كاين اللي كيقول لها التلبينه، كاين اللي كيقول لها الحسوه، ما كيصوبها عاوتاني مثلا بمطيشه ولا هذه. كل واحد شنو كيسموها. الوغ بركوكش ممكن، وبركوكش راه مصطلح جو بونس على ما اظن. نعم. جاي من الامازيغيه. كلمة أمازيغية يعني الأصل ديالها أصل أمازيغي، وجو بونس حتى كلمة سيكوك. يعني أنا ما عنديش فكرة على أصل الكلمة منين جاي، مي هذا ديال سيكوك. مي بركوكش، بركوكش هي كلمة أمازيغية. نعم. فاختلاف يعني مسائل تقنية صغيرة. أيوة. هي مسألة ديال الحليب أو اللبن أو اللبن. صافي. كاين أيضا سؤال. نعم. إلا سمحتي أستاذ أحليمي، باش خديجة ما يحسبش لها باللي راه ضيعنا السؤال ديالها. نعم. كان عندها سؤال بخصوص الإبل ديالها، قالت في كل مرة كياخذ سيكوك كيحس بالغازات، عنده انتفاخ. نعم، هذا انتفاخ، كاين مشكل على مستوى الميكروبيوت. أيوة. على مستوى الأمعاء. وأستاذ عفاف هذه الغازات غادي نعاودوا نهضروا عليها إن شاء الله منظور آخر. علاش؟ لأن الناس عندهم، أستاذ عفاف عندهم لا كونديدوز. عندهم واحد الشامبينيون، واحد نوع من الفطريات في الامعاء ديالنا، دي لوفيغ كيوليو دي شامبينيون، كتسمى الكونديدا البيكون. هذه كتاثرنا على البروستاغلاندين، كتاثرنا على البي 5 بي اللي كيصاوب لي نورو ترانسميتور، كتعطينا لا ميغرين. تصور الكونديدوز كتعطينا لا ميغرين. اغلب الناس دابا اللي عندهم لا ميغرين جايه من هاد الكونديدوز، والكونديدوز طونك انك ما كديرش الخميره البلديه مستحيل تحيد. يعني الانتفاخات ماشي راجعه للبن بقدر ما راجع لهذيك الكونديدا البيكون اللي عطيتي هذيك الماده هذيك. وكاين ناس استاذ عفاف دابا كيشربوا الحليب باردون كيشربوا الماء، كيدير لهم هذه الغازات هذه. فنتمنى ان شاء الله اننا نرجعوا هذه الوجبه هذه. عطله سعيده كنتمناها للجميع. استغلوا هذه الفرصه الوجود ديالكم. احنا حاولنا نستغلوا عاطفيا هذا الوجود هذايا في الباديه عند الناس باش ياخذوا هذه الوجبه ديال سيكوك. ان شاء الله ملي كناخذوا سيكوك ما كنقولوش بون شونس، كنقولوا بون ابيتي. جو سي بيان ان ملي كناخذوا سيكوك كنقولوا بون ابيتي. بعض الناس كياخذوا بعض الوجبات خاصنا نقولوا لهم بون شونس. نتمنى ان شاء الله الصحه والسلامه للجميع ان شاء الله باذن الله. حاولوا نتمنوا هذه الاشياء المغربيه ديالنا، وعطله سعيده. ولا تنسوا ان من الحكمه نعرفوا شنو كناكلوا، ومن الذكاء نعرفوا شنو كناكلوا. ولا تنسوا ان الداء والدواء في الغذاء،
والمرض وارد والشفاء مطلوب والوقاية خير من العلاج. والشكر الجزيل لك الأستاذ محمد أحليمي متخصص في التغذية الصحية والحمية العلاجية، وإن شاء الله الموعد معك غادي يكون الأسبوع الماجي غدا إن شاء الله، غادي يكون موعد آخر رفقة طبعا دكتور عبد الخالق الرمضاني أخصائي في العلاج بالمواد الطبيعية والطب الرياضي أيضا، وغيكون عندنا موعد جديد إن شاء الله غدا بحول الله. لكم أطيب ورق تحية من عفاف ماجد رفقتكم وراء الميكروفون. شكرا لوفاء فائز هوندا كانت معي في الإخراج، وسامحة الشوبي مشكورة كانت استقبال مكالمتكم مرة أخرى. بداية أسبوع موافق إن شاء الله، كنتمنوها للجميع وعطلة سعيدة لكل الناس اللي هما في عطلة وطريق السلام إن شاء الله، كنتمنوها لكم دائما. بقية أوقات طيبة وممتعة، قدوها رفقة برامج الإذاعة القريبة منكم من راديو. إلى اللقاء.